دكتور جون بول، اليوم نحن بمقر جديد لنادي الحكمة. من كم شهر لورا كنا عم نسمع وعم بتويتر لقلنا انه المدرسة ممكن تشيل اسم الحكمة عن النادي وممكن انه يبطل فيه نادي الحكمة. اليوم 180 درجة قلبت المعادلة، شايفينك عم بتبارك هالمقر الجديد اكيد برعايتك ورعاية سيدنا، شو بتقول اليوم؟ أنا اللي بدي أقوله أكيد إذا كان النادي بده يخدنا على مطرح كان تاني طبيعي نحن ما بنقبل نروح عليه ولا حدا بيقبل أصلا من الحكمويين هالشي. مشان هيك لما كان بمرحلة اسم الحكمة كان عم بتعرض للإهانة وعم بينزل، ما حدا منا بيتمنى هيدا الشي يحصل. لذلك قلنا ساعتها بوقتها أنه أكيد مستعدين ناخد خيارات أخرى، ولكن إذا ما كان عندنا خيار أفضل، ولكن طالما في الخيار الأفضل ونحن كلنا معه وهذا الشيء اللي أبدان استعددنا أكثر من مرة، وقلنا نحن أكيد كل شيء فيه لخير النادي ومصلحته نحن معه ونحن منحبزه ونحن منشجعه نحن منباركه ونحن حده. وهيدي كمان توجيهات سيدنا المطران بولس مطر ومحبته للنادي يلي ودعمه يلي أنا دايما بنقلكن إياه هون من قبله، هو المصدر الأساس. أنا من إلى وسط نقل وبعرف وصل هالأشياء بكل أمانة، بوصل لسيدنا الأمور بأمانة كما بوصلكن أيضا تفكيره فيكن ومحبته لإلكن كمان بأمانة، ومرافقته وصلاته لإلكن ومباركته لعملكن يلي عم بتقوموا فيه. وأكيد نحن هلأ بس حتى يتم تكميل التجهيزات كلها للمكاتب هون ولهالمقر الجديد، ساعتها سيدنا هو رح بيجي وبيفتتح وبيدشن وبيبارك هذا المكان. ولكن هلأ بمجرد إنكم جيتوا بلشتوا بالشغل وعم تجتمعوا مش رح نتركوا بلا بركة ماي مصلية وهيدي أنا مشهور فيها رش الماء مصلية، فمعلش نقطة ماء مصلية بارك المكان وبإذن من سيادته ومن محبته كمان وببركته. وبنفس الوقت بعد التدشين بيكون بشكل رسمي مع صاحب السيادة مع سيدنا المطران بولس مطر. عندي بعد سؤال، نحن طماعين وجمهور الحكمة طميع لأنه تعود على أيام العز، الأرض بعين نجم، عم نعرف أنه كمان في حكي أنه رح ترجع تنبض بالحياة بإذن الله. نحن دايما يلي كنا عم نعمله حتى ما حدا يفتكر ويقول انه هلا لحو بير جون بول او سيدنا المطران مطر عم بيقدموا لهالنادي ما لم يقدم سابقا. انا بحب اني اقول ما كان يطلب منا كنا عم نقدمه، ولكن برجع بقول في ناس بتعرف تستثمر هالوزن اللي بتنعطى لها وفي ناس بتدفنها بالارض بتراب. اليوم اذا نحن هالوزن عطيناها هلا لاشخاص عم بيعرفوا تاجروا فيها وعم بيفعلوها وبيستثمروها جيدا، مبروك علينا وعلينا وعلى كل لبنان وعلى كل محبي رياضه. ولكن اذا كان في ناس ما عم تعرف كانت تقوم بالواجب كما يجب، هذا ما بيعود ذنبنا نحن. لذلك موضوع كان ارض بعين نجم، هيدي قصه الارض من زمان وجاي، نحن ما في لجنه اداريه اجت الا ما قلنا لهم تصرفوا واعملوا فيها شيء منيح في سبيل الرياضة وفي سبيل النادي وفي سبيل الحكمة، ولا مرة عرقلنا هالمسيرة. ولكن ما كان في يمكن المقدرات حتى ما أقول تجاوب عند البعض والإمكانيات والقدرات اللازمة حتى يقوموا بما يجب أن يقوموا به مثل ما أنتوا هلأ عم تتحركوا وبتعملوا. نحن تركنا المجال والبريزيدون يحشوش بيعرف، هو شاف الأشخاص يمكن اللي مستعدين وحابين انه يعملوا شيء مفيد بهالارض فوق وعم بيجيب الاوفرات منهم، ونحن الاوفر اللي بنلاقيه انسب واداره النادي كمان بتلاقيه انسب ومناسب لها نحن منباركه مش اكثر من هالقد. هذا هو دورنا، نحن منبارك. اذا في شيء كان من خطا نحن منضوي عليه ومنصوب ومننبه عليه ومنلفت الانتباه له، واكيد نحن ما منقبل أنه نقع بأخطاء ولا أنه ما نحذر أبنائنا أنه يقعوا فيها. هيدا هو دورنا وهيدا اللي عم نقوم فيه. ولكن اللي عم نشوفه لحد هلأ هالإدارة إدارة حكيمة، إدارة واعدة، اللي عم بتقوم فيه كله بمحله من خطوات الله يبارك عملها
وبارك هالمصداقية يلي عندها إياها والشفافية ويلي عم تعكسها على كل الأشخاص يلي عم بيقبلوها وعم بيلتقوا فيها وعم بيشوفوا شو عم تعمل وعم بتأثر فيهم. نحن نادي الحكمة هلأ جاهز حتى يبلش ينطلق انطلاقة قوية، والجمهور أكيد موعود بهالشي، ونحن موعودين كمان مش بس الجمهور، نحن يلي مشرفين أكيد على هالنادي وعلى هالاسم وحاملينه من 145 سنة، نحن ناطرين كمان ينعمل شيء وبأسرع وقت ممكن، بس ما بنحرق المراحل. بعرف شو في عندكم تحديات، بعرف إدارة شو في عندها صعوبات، وأنا اللي بعرف، مشان هيك عم نعطي الوقت المناسب حتى كل شيء يجي بوقته، ما نحرق الخطوات والمراحل أبدا، وبنفس الوقت ما بدنا نشتغل ببطء، ولكن اسم الله عليكم مبين انه ابدا ما في شغل ببطء وبهالاندفاع وبهالحماس، وهيك بدنا اياكم على طول، ونحن حدكم ومعكم قدامكم مش وراكم. شكرا لبركتك، الله يخليك يا هلا.